حنونة. التقيت بالسيد رئيس الجمهورية فطرقنا لقضايا جوهرية، أولا حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتعقيدات انتهى على المستوى الإقليمي والجهوي ويعني الإسقاطات على المستوى الدولي، ومسؤوليتنا كبلد وكدولة كشعب باتجاه الشعب الفلسطيني كيف نجدد الالتزامات نتاعنا واللي هي عمرها ما انقطعت. ثم تطرقنا للوضع الداخلي، الوضع الداخلي من كل الجوانب، من كل الجوانب، الجانب السياسي ديمقراطي، المسائل إذن السياسية، ثم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وحتى المحيط اللي داير بينا في القارة الإفريقية وكل الهشاشات، وكيفية تحصين بلادنا من خلال معالجة كل المشاكل اللي هي مطروحة، لحتى يعني بلادنا تقدر تقاوم، تقدر تصمد أمام هذا الوضع العالمي اللي تميزوا التقلبات والأزمات المتزايدة. نزيد نجدد مرة أخرى أنه من منطلق البحث عن الوسائل اللي باش تحمي بلادنا من كل أذى خارجي، من كل تحرشات، والتحرشات متواجدة على كل حال، والوضع العالمي مشحون بالمخاطر على كل الأمم، وبلادنا من بين الأمم المستهدفة بسبب مواقفها، بسبب تقاليدها، بسبب تاريخها، بسبب وضعها يعني. فلذلك علينا أنه نفكر في كل الوسائل السياسية اللي تصونها اللي تحميها.